ولأن شاشة بداية شاشة سعودية خليجية عربية عالمية، فإننا نستقبل وإياكم مع عبد الرحمن المطيري ضيوفنا الكرام. هلا يا مرحبا يا مرحبا يا هلا يا هلا وسهلا يا مرحبا، حي الله اهل الامارات. الله يطول عمرك ويرحمك، شرفت ونورت يا الغالي. والله انا منطيب يا هلا وسهلا، والله الساعه المباركه. والله ما احس روحي غريب، والله اني بين اخواني ورا هذا توقعنا فيك يا الغالي. الساعه المباركه والله، يا مرحبا بك وحياك الله يا هلا. اتكلم رجاء يعني. لا لا بدي ابن حل من زود الشوق لكم، والله ما نقدر نخليكم. والله ان الشوق متبادل. الله يرحم والديك. الله ان يسلمك ويسلمك. عطنا ربعك السعوديه شيء يصلح له. أقول سلام الله على سلمان والدار السعودية. السعودية، وأنا من دار زايد ونذكر زايد تشرفنا. كفو. إذا منكم سألتوني أقول بكل عفوية أنا أخوكم صديق الكل عبد الله بن دفنة. سلام. كفو والله يا بن دفنة، كفو، مرحبا. الله نعم، يا سلام. مرحبا به. يا هلا يا هلا يا هلا ومسهلا. كيف الحال؟ يا مرحبا يا مرحبا، باركم، شرفت ونورت يا حياك الله. كيف المملكه؟ ابدا لا تسال عن الطيب. الله يفضلك. حياكم الله. يا اهلا وسهلا. شلونكم؟ عساكم مرتاحين؟ والله طيبين. كيف حالكم؟ الحمد لله. بشرون عنكم. الشباب مشتاقين لابداعاتكم. ما شاء الله. اعطونا شيء يصلح لاهل المملكه وربعه. نقول لهم تملكتم عيني وقلبي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي، وتيمتموني في بديع جمالكم، فلم أدري أين موضعي. يا لهلال يا لهلال يا لهلال يا يا لهلال يا لهلال يا لهلال يا لهلال. كفو يا ربع، ابداع، تحيه يا ربع. كفو والله، كفو كفو كفو. المكان واسع.